خدني سحلني طبعا سحله فظيعه، بهدلك بقى نفس المشوار بقى بتاع كل الناس اللي بقوا مخرجين بقى والبتاع، وخدت كل كنت مساعد اخير في فيلم المهاجر. بس اشتركت في كتابة السيناريو كده حاجه بسيطه، وكتب اسمي ان انا مشارك في كتابة السيناريو، ما كنتش مشارك بالمعنى الحقيقي للكتابه يعني. وكنت مساعد اخير، كنت بحرك الجمال في الباك جراوند. شيء جميل جدا، انا مستمتع. كان عندنا مساعد اول احمد قاسم، اضطهدني اضطهاد فظيع. ليه بقى؟ ان انا حمار. انا مش فاهم ان ما ينفعش المساعدين يروح يكلموا المخرج. المساعد ليه علاقه بالمساعد الاول، يروح يكلم المساعد الاول وهو اللي بيفرز الكلام ايه الحاجه ايه يعني. لو حتى عندك ريمارك، عندك ملحوظه عايز تقولها على الشوت، انت بتقولها للمساعد الاول، ممكن يقول لك لا دي هو قصدها كده، او يروح فعلا يلاقيها وجيها فيقولها للمخرج. لكن كل المساعدين او اي حد يروح يكلم المخرج وهو في حاله ابداع، انت بتشوشر عليه يعني. فانا زي الاهبل، فانا اي حاجه تحصل ما تعجبنيش، يا استاذه اصل حصل ما اعرفش ايه. فاحمد يقول لي انت مالك؟ يقول له فيها حاجه دي؟ فهو اعتقد ان انا بتجوزه وانا مش فاهم، واعتقد ان انا يعني علاقتي مباشره بيوسف شاهين، فانا بتمنظر بده. وانا هي الحكايه مش كده، الحكايه ان انا مش فاهم ان هو المفروض اروح اقول له هو الاول. فبتكلم على طول، انا كنت ماسك بحفظ ديالوج، فما يغلط الممثل او يغير الديالوج اكنه قران، استغفر الله العظيم يعني، اروح جري يا استاذ غلط. مش لدرجه كات، لكن اروح جري اقول له غلط. بس هو قال نفس المعنى. قال نفس المعنى. وتقييم احمد قاسم للحكايه انه قال الراجل نفس المعنى، فمش قصه ما تربكش الراجل، هو كمان ما بيسمعش كويس. فلما انا اروح اشككه اقول له ما قالش نفس الديالوج يا استاذ، فيعتقد انه ما قالش المعنى، فيقول نعيد. فكان يضايق مين؟ المساعد الاول. انه لا الشوط يمشي. خلاص المخرج شك في ان حد شككه في ان الديالوج ما اتقالش مظبوط، وهو ما سمعوش، فيقول نعيد. فطبعا انا ايه كنت بربك الدنيا. فكان يقول لك بقى ايه، خالد هتحرك لي الجمال اللي في الباك جراوند عشان ابعد على الجبل على مسافه 3 4 كيلو، وتمشي بقى في الصحراء تاخد الجمالين والمعزتين معاك عشان ايه تعمل كروسنج بيهم، تدخلهم الكادر لما نقول اكشن، وتدخل المعزتين تعمل كروسنج معاها. فاتسحلت في الفيلم ده وخرجت منه ما اعرفش اذا كنت اتعلمت ولا لا. يعني لم استطع ان اواجه نفسي بان انا اتعلمت ولا ما اتعلمتش. وفجاه بعد ما خلصنا الفيلم، داخل هو بقى بيفكر في فيلم جديد، قال لي على فكره انت المساعد الاول في الفيلم الجاي. قراراتك صادمه. هل انا بقى نفسي ما اعرفش اذا كنت اتعلمت ولا لا؟ قلت له انا ده انت بتعمل ديكوباشك بالفرنساوي. يعني ديكوباش بالفرنساوي لازم المساعد الاول يبقى عارف فرنساوي كويس عشان يقدر يقرا الديكوباش بتاعه. قال له لا، قال لي ما فيش مشكله حد يترجم لك كمان. يا استاذ انت متاكد ان انا قادر؟ قال لي انا عارف ان انت تقدر. وبالفعل قفزت من مساعد اخير بيحرك جمال في الباك جراوند لمساعد اول ومشاركه في كتابه السيناريو بقى، اللي هو سيناريو يوسف شاهين خالد يوسف. الراجل ده كان شايف حاجه انت مش شايفها بالمره. يعني دي قدره كمان فظيعه. لان في نفس الفيلم اقول لك بقى، في نفس الفيلم المصير، شوفي بقى طورني ازاي. يوسف شاهين عمره ما ساب اللوكيشن بتاعه لمساعد اول يصور له. نو واي. يعني في المصير، وانا ده اول فيلم بشتغل فيه مساعد اول. لا والله. سابني يوم وقال لي كمل تصوير. حتى جابي كان مستغرب، كمل تصوير ازاي؟ يعني ديكوباج معايا وانا هصور، وانا اللي هدير الممثل، وانا اللي هقول للماشينيست هيحط الشاريو ازاي او الكرين ازاي وحركه الكاميرا ازاي والميزانسين بتاع الممثلين ازاي. وده برده كان برده مفاجاه بالنسبه لي. زي ما فاجئني بمساعد اول، فاجئني بان هو بيسيب اللوكيشن وبيقول لي اتفضل صور. فخرجني بعد المصير ده جاهز. يعني بعد المصير يعني عملت فيلمين اللي هو المهاجر والمصير، وانت جاهز تخرج. انه اداني الثقة ان اقدر انفذ ديكوباج واقدر. يعني بعد المصير قال لي انت جاهز. هو اللي برضه نسيت اقول لك، هو اللي بعد المصير قال لي انت جاهز تخرج، دور على تيمة تعملها. ف يعني عشت في 35 شامبليون حاجات كتيرة جدا يعني. مش بس شقة، ومش بس مكتب، ومش بس مخرج، مش بس منتج. الراجل ده يعني انا كان كل فكري في الأول أتكلم عن 35 شامبليون، لكن قد كده شوية طوب في حت يعني في مساحة
يخلقوا دنيا وعالم ويتم جواهم كاريرات بتاعت ناس، يعني كارير ناس كتيرة اتخلق كارير بتاع. انت بتحكي لي عن واحد هو اللي شاف الشخص ده حاجة، وهو اللي فضل يجري ورا الحاجة عشان يجعل منه مخرج، فيبقى انا قاعد قدامي خالد يوسف النهاردة هو اللي مش قادرة اتخيل انه كان ممكن يبقى حاجة تانية. انا كان ماشيين في شارع تلات حرب، في اشارة شامبليون تلات حرب ده، كان في ولد بتاع مناديل واقف على الاشاره، وانت عارف الولاد اللي بيوقفوا بيفضلوا واقفين يعني ملحين شويه، تعدي عليهم كل يوم تلاقي نفس الولد فكل مره يبص للولد. وفي مره قال له بقى تعالى لي، فدول عايز منه ايه؟ انا مش عارف. فقال له انت بتشتغل ليه؟ ما بدورلكش على شغلانه ليه؟ ما اعرفش ايه المهم. في الاخر شغله في اوفيس بوي، تمام، بيقدم قهوه وشاي. شويه بصيت لقيت بياخد الولد ده وبيدربه على انه يبقى مكانجي. تمام؟ بتاع مكان عرض. هاني ده دلوقتي من اهم الناس الخبراء كمشغلين اللي بيسموهم ميكانيكي او مكانجي، معرفش مكانجي. من اهم الناس. انت عارفه المهنه دي كانت بتاعت الايطاليين واليونانيين، اليونان وايطاليا كانوا هم، واحنا خدناها منهم. لغايه عم باسيلي لسه، معرفش لسه عايش والله، ربنا يديله الصحه لو كان لسه عايش. عم باسيلي من اخر الاجيال اللي كانت بتشغل السينما، لسه مش عارفه من 3 4 سنين شايفه يعني. عنده 90 سنه وتلاقيه قصير كده وصغير. الشخص اللي بيقف على المكنه ال 35 وبيركب الفيلم الشريط ال 35 دلوقتي، طبعا الميكانيزم ده بقى بينقرض خالص دلوقتي اللي بيشتغل. فده خلاه من ولد بيع مناديل لاهم مكانجي في مصر. ايه اللي يعني؟ مش قادره اتخيل. هو له لا اكيد، ما هو عشان كده خاص جدا الراجل ده، انه احنا كان في وسطنا حاجه عظيمه. لا عايز اقول لك ان المكان ده لما تشوفي حجم الناس اللي اتخرجت منه، يعني من اول بقى جيل لا، حسين كمال كان مساعده صحيح، بس كان قبل ما يعمل ال 35 شامبليون، بس من اول عاطف الطيب وداود عبد السيد، يعني كل دول، مجدي احمد علي، ومش عارف مجدي احمد علي، يسري نصر الله، رضوان الكاشف، عاطف حتاتة، اسماء البكري، منال الصيفي، مين بعدك، محمد شبل، محمد مراد، شريف منظور، عندك كل دول دخلوا هذا المكتب وخرجوا منه مخرجين. في ناس بكر ناس فانت عند فهو كان بجد مدرسه حقيقيه، مش كلام بقى بتاع الراجل مات بقاله سنوات يعني. مش بنقول ده ست سنين دلوقتي. كان عنده حقيقي كلمه، لما نقول مدرسه يوسف شاهين ده اللي ينطبق عليه كلمه مدرسه، لان كنت انت تتخرجي من عنده ليكي نسق في الانتاج وفي ستايل حتى افلامك. ما انتيش نسق قريب من اي حد تاني. انت عندك منهج علمي بتتعلمه. يعني الراجل ده مثلا في كتير ما اشتغلوش معاه افتقدوا حاجات كتير جدا ما تعلموهاش. الراجل ده بيعلمك من اول الفكره ازاي تتعالج، تتحول لمعالجه، وهو برغم ان هو ما كانش كاتب سيناريو هايل بس كان معلم سيناريو هايل. ازاي الفكره تحولها لمعالجه، وازاي تحولها المعالجه تحولها لسيناريو، لغايه لمبه العرض والمسافه بين لمبه العرض والشاشه والامبير قد ايه، الحمض اللي في المعمل لما تدوقه تعرف درجه الحراره بتاعته هيطلع كاست اصفر كده ولا كاست ازرق ولا الحاجات دي كلها. هو سينمائي معجون، معجون سينما. انت عارفه اصلا ان هو عاش كمان، يعني هو لما جه عشان يشتغل قعد سنتين في استوديو نحاس بيبات فيه، ما كانش عنده بيت. فقعد سنتين في المعمل ده في استوديو نحاس ده، عنده اوضه صغيره كده بمرتبه على الارض بينام عليها. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ فقعد سنتين بقى في وسط المعامل ويشوف العمال بتوع المعمل والفنانين بتوع المعمل ويقيس رطوبه الجو والتراب اللي فيه ومش عارفه ايه. فعنده العلم عنده غزير جدا، لانه عاش عاش الصناعه دي، ويعتبر من الرواد طبعا من بدايتها واتعملت ازاي وبتتعمل ازاي. يعني هو مش دارس سينما، ناس كتير فاهمه انه دارس سينما، هو دارس مسرح. هو اتعلم السينما بالخبره، بان هو اتوجد، هو بيحبها وبيعشقها، واتوجد في مناخ، وجد نفسه في المناخ السينمائي ده، وعاش حتى في الاستوديو عشان يقعد سنتين ينام على مرتبه عشان يشوف المعمل بيتعمل ازاي، واستوديو الصوت بيعملوا ازاي دوبلاج، وبيعملوا باك بروجكشن ازاي، وبيعملوا فاتعلم كل الحاجات دي كده.
بالنظر، ما كانش حتى بيشتغل مساعد مخرج. كان يقعد في الاستوديو ده يتفرج على نيازي مصطفى بيشتغل ازاي. نيازي مصطفى ده كان من اساتذته. لكن لما يوسف شاهين بدا يبقى يوسف شاهين، كان بيقول لي الاستاذ، طبعا ما عشتش ده يعني، الاستاذ اللي كان بيحكيه لي يعني، في شوت مثلا في فيلم الناصر صلاح الدين، ونيازي مصطفى هو الاستاذ بالنسبه ليوسف شاهين، راح مسك كده قال له عملته ازاي ده، عملته ازاي. انه كان شوت صعب جدا، انه فيكس كادر على كلوز اب على احمد مظهر وهو راكب حصان، والحصان بيجري بيجري بيجري، والكادر فيكس عليه ثابت ما اتحركش، ولا حد يقدر يعمله. هتعمليه ازاي؟ عربيه جنبه ما ينفعش، وباك بروجكشن مش موجود يعني، معروف ان هو عامله ريل، مش عامله التكنيك ده مش موجود في الفيلم اصلا يعني، مش مطروح. قاعد يقول له عملته ازاي، عملت ازاي كادر فيكس كده ويكون الراجل بيجري، لا الكاميرا تتهز ولا يخرج من الكادر ولا ولا اي حاجه، والكادر فيكس وبيجري باقصى سرعه. ايه عمله ازاي صحيح كده؟ عملوا باسطوانه، اسطوانه في النص كده، حط عليها الكاميرا، وخلى احمد مظهر يجري يلف حوالين الاسطوانه، والكاميرا مان ماشي معاه بيلف، هو بيلف في دايره وبيرجع. فيقول لك تعرف ازاي ان هو كده، ان في قلعه في الباك جراوند في اخر بتتكرر، بتيجي كذا مره، بتيجي كذا. يا نهار ابيض. فلما انت تصوري وهو بيلف الكاميرا كده، بيبقى على الشاشه كانها ستريت. محمد حطلنا الشوت ده يا محمد والنبي. فيجي نيازي مصطفى، شوف الجمال، استاذ بيقول لتلميذه عملته ازاي، يالا قال له مش هقول لك، قال له لازم تقول لي، لازم اتعلم منك، استاذ بيقول لتلميذه. طبعا طبعا. يا عم دي ناس كانت عظيمه قوي يا عم خالد. احنا جرالنا ايه؟ النهار ابيض. طب اخر مره رحت بقى المكان ده ايه؟ لا انا بروح على طول حتى هذه اللحظه يعني. كويس بقى، انا شايفه ان انتوا كلكم المكان لازم يفضل عايش وخلاص. المكان حتى اللي هو اللي كان بيشتغل فيه، اللي هو الدور الثاني ده، افلام مصر العالميه دي في الدور الثالث، وهو كان له مكتب خاص في الدور الثاني. انا اما بروح والمكتب ده مش مفتوح، اللي هو بتاع الدور الثاني، بس متحافظ على كل حاجه زي ما سابها، محدش لمس حاجه. فكل ما اروح اقعد مع جابي او مريان وكده ومي، لان الناس اللي اتربت عند يوسف شاهين برضو ربى فيهم مسألة التسجيل والتوثيق جدا. طبعا يعني، مريان وثقت. وانت يعني انت عندك الداء ده من يوم ما ابتديت معانك، انت يعني هاردلي او يعني صعب قوي انه يفوتك حدث، كاميرا ونازل جري بتصور او دي حاجة مهمة قوي مش موجودة عندنا احنا المصريين، رغم ان احنا اهل التوثيق واحنا اللي بدعنا يعني ايه، يعني نكتب على الحيطة. تكتب على الحيطة. للأسف الشديد. توصفه بإيه 35 شامبليون ده؟ مدرسة جامعة عريقة جدا، خرجت مخرجين وخرجت منترين وخرجت منتجين وخرجت ممثلين. يعني في ناس زي ما حضرتك قلتي، فضلتي في أول الحلقة انه في ناس دخلوا مجهولين خرجوا نجوم بيتشالوا على الأكتاف. يعني عمل كارير لناس كتير جدا، اسهامه في الصناعه ديت وفي الوجوه اللي قدمها، بعتقد ان هو اسهام لا ينقطع، لان اللي قدمهم دول سواء ممثلين او مخرجين هم كمان علموا ناس. افلامه اللي موجوده في ناس كتير بتتعلم منها، فالراجل ده اثره ممتد. مات ماشي، مات وهو كان يقول جمله بديعه، هو ملوش ولاد، فكان يقول مش صحيح ان من خلف ما مات، من علم ما مات. 35 شارع شامبليون مش حكايه صغيره، حكايه كبيره جدا، حكايه ضربه في عمق السنين اللي فاتت كلها. ولذلك متهيألي لازم نتقابل بكره معاها تاني.